لم ينجح نادي الشرطة بأول اختبار في البطولة العربية بعد خسارته أمام الكويت الكويتي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد. نتابع ضمن المباراة الأولى الرسمية بالنسبة لهم. الكويت الكويتي يحاول، هذه خطيرة وفرصة ضرب الجزاء. بالمناسبة الاثنين دوليين، محمد حميد حارس الشرطة دولي عراقي ويوسف ناصر دولي كويتي، وبالتالي يوسف ناصر يتقدم. جول جول تتوقف، ولما يشاركون فيها الفرق لعبة خطيرة، فرصة هي الثاني. الله الله الله، هذه اللعبة اللي ضرب فيها المدافعين، وبالتالي كان يعتقد العراقي انه متسلل لكنه استثمر واستغل. كرار جاسم، قدم يمنى جميلة، يعرف تماما، يرسل الكرات بصورة ممتازة. الله الله الله، وبالتالي الخضر، القمصان الخضر، الشرطي العراقي يقلص الفارق ويأتي برأسية ترجع مرة ثانية. أعادها فهد الهاجري للخلف، عرضية وخطيرة من كرة حلوة لكن يهرب فيصل، العرضية الحلوة من البريكي.